جرينلاند الأرض الخضراء، وبالجرينلاندية أرض الناس. هي أكبر جزيرة في العالم، وهي بلد عضو في مملكة الدنمارك، وعاصمتها نوك. تقع بين منطقة القطب الشمالي والمحيط الأطلسي شمال شرقي كندا. وعلى رغم انتمائها الجغرافي إلى قارة أمريكا الشمالية، وانتمائها عرقيا إلى منطقة القطب الشمالي، إلا أنها ترتبط سياسيا وتاريخيا بأوروبا، لا سيما أيسلندا والنرويج والدنمارك. في عام 1979 منحت الدنمارك الحكم الذاتي لجرينلاند، وفي العام 2008 صوت معظم الجرينلانديون على منحهم حق تقرير المصير ونقل المزيد من الصلاحية إلى الحكومة المحلية، وقد بدأ تطبيق النظام الجديد بالفعل في يونيو للعام 2009، حيث أصبحت اللغة الجرينلاندية هي اللغة الرسمية الوحيدة في البلاد، مع التزام الحكومة الملكية في بلاد الدنمارك بمسؤولية توفير دعم مالي يقدر بحوالي 3.4 مليار كرونة دنماركية سنويا لجزيرة جرينلاند.